حلو. وفي ظل هذا الإطار أو في هذه الأسقف أو هذه المظلة العامة اللي زي ما حضرتك بتقول فعلا لا يختلف عليها أحد، هل هناك أي سقف متعلق باختلافات الرؤى السياسية أو الاقتصادية إلى آخره؟ نهائي، وده مرتبط بقاعدة من القواعد اللي هيسير عليها الحوار. الحوار لن يحسم المسائل بالتصويت، إنما سيحسم المسائل بالتوافق. إن استطعنا بناء التوافق الكامل فدي يعني درجة الكمال، والكمال لله وحده. إذا استطعنا أن احنا نحسم بعض المسائل بتوافق، جزئي خير وبركة. إذا احنا ما توافقناش في بعض المسائل، أدينا قعدنا مع بعض وسمعنا بعض وفهمنا بعض وزاد وعينا وزاد إدراكنا لمشاكلنا. في قضايا هيبقى عليها توافق مؤكد كلي، وفي قضايا هيبقى عليها توافق جزئي، وفي قضايا ممكن ما يبقاش عليها توافق، وده برضو لا يعيب، لكن هنكون كسبنا قيمة الحوار وقيمة التفاهم وقيمة تبادل الرأي. مدى أهمية وما بين قوسين ثقيلين احتياج مصر لمثل هذا الحوار يا معالي المستشار؟ والله الدعوة للحوار في إفطار الأسرة المصرية كانت دعوة خالصة للمستقبل، لكن السيد الرئيس أشار إلى هذه النقطة في كلمة سيادته في الجلسات الافتتاحية، عندما ذكر أن التحديات التي يعني تتعرض لها مصر وتتعرض لها المنطقة تحتم وتؤكد على ضرورة الحوار. هي دي يعني الحقيقة، يعني صحيح. كلمات كانت مركزة جدا وعبرت عن المعنى المقصود. صحيح. الحوار عندما انطلق لم يكن، أنا أستطيع أن أنا أجزم أن أنا أقول لحضرتك أن شكل العالم كان مختلف، شكل البلد كان شكل العالم مختلف. صحيح. الأزمة الاقتصادية العالمية لم تكن تلوح بهذا الشكل. كثير من المتغيرات حصلت بعد الدعوة للحوار الوطني، لكن عندما يعني توالت الأحداث والمستجدات الدولية والإقليمية، يعني إذا كنا محتاجين الحوار الوطني إيراد، فإحنا محتاجينه دلوقتي 24 إيراد. صحيح 100%. أنا بشكرك جدا معالي المستشار.